جريمة لا تسقط بالتقادم، مجازر راح ضحيتها عشرات الجزائريين بعدما رمت بهم الشرطة الفرنسية في نهر السن في انتهاك بأبشع صورة لأدنى حقوق الإنسان. أسعد كثيرا مشاهدينا بالترحيب بضيفي السيد أبو جمعة صويلح، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة سابقا. أستاذ صويلح صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير، شكرا أخت فايزة. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة في هذا اليوم الأغر من أيام مكافحة ومقاومة الشعب الجزائري للاحتلال داخل الوطن وأيضا خارجه. باريس اهتزت في ذلك الثلاثاء الأسود على وقع مظاهرات الجزائريين المطالبين سلميا أنذاك بالحرية والانعتاق، فكان مصيرهم في غياهب نهر السين. كيف حدث ذلك؟ شكرا أخت فايزة، هذا واجب على أساس أننا الشعب الجزائري كله سواء في داخل الوطن أو خارجه يقف وقفة تخليد وتضامن وأيضا تحية وافتخار بأرواح شهدائنا في مجازر متعددة عبر تاريخ المجيد منذ 1832 إلى غاية 1962، 132 سنة من استعمار بشع بارتكابه مجازر فظيعة تقشعر لها الإبدان. الاستعمار كلمة مقيتة وكريهة، وفي قاموس الإنسانية هذه الظاهرة هي لا بد أن تجرم ولا بد أن تستنكر في العلاقات الدولية. في يوم كما قلت في حاليا أن الجزائريين في المهجر في عيدهم اليوم العيد الوطني للهجرة وأيضا ليتذكروا ونتذكر الجميع يتذكر الأحداث المجازر المذبحة التي وقعت في باريس. لما نطرح موضوع المذبحة بباريس لا بد أن يتبادر إلى ذهننا اسم وهو السفاح موريس بابا. هذا السفاح عرفه الجزائريين في ثورته المجيدة في 58 في قسنطينة كالبريفي في قسنطينة، وعرف أيضا في مجازر 8 مايو 45 بتنسيق مع أشياري في جالما. وهذا الوضع تكرر في مسيرة سلمية وين وقف الجزائريين بباريس أنهم يستنكروا الإجراءات اللي اتخذها التعسفية اللي اتخذها هذا السفاح، وبأوامر من سلطات عليا فرنسية من دوغول أنذاك هذا الشيء اللي يخليهم ارتكبوا في مجازر ضد مسيرة شعبية لما كان قصد منع التجوال ليلا ودامت على فترات في أكتوبر. الأمر الذي خلف في عندنا الآن أننا في المصطلح لابد أن نتفق جميعا على أساس أنها مجازر ضد الإنسانية. نعم أستاذ صويلح، هي مجازر ضد الإنسانية ارتكبها المستعمر في عقر داره في العاصمة الفرنسية باريس، حيث واجه المتظاهرين بطريقة سلمية بأبشع طريقة ألا وهي محاولة ربما التخلص منهم نهائيا، استئصالهم من خلال رميهم أحياء في صورة ربما تندلها كل القوانين قوانين حقوق الإنسان. رميهم أحياء في نهر السين وهم متبلين، ومنهم من رموا بالرصاص قبل ذلك. نتابع هذه الورقة في الموضوع من إعداد وسيلة بن بشي. هنا نغرق الجزائريين، عبارة كتبت بالبنط العريض على أرصفة هذا النهر بعد أسابيع من مذبحة 17 أكتوبر 1961 تفضح وحشية القمع البوليسي الفرنسي للمهاجرين. التقطتها عدسة مراسل لومانيتي قبل أن تسارع السلطات الاستعمارية لمحوها من الرصيف، لكنها تعجز عن محوها من الذاكرة. لم تكن أبدا ليلة مضطربة كما نقل الإعلام الفرنسي أنذاك، بل كانت دامية ووحشية، كشفت الوجه البشع لفرنسا الاستعمارية التي تدعي أنها معقل الحريات والمساواة. استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، خرج آلاف من المهاجرين في مظاهرات سلمية مطالبين بإنهاء الاستعمار بعد أن سنت الإدارة الاستعمارية قانونا عنصريا لحظر التجوال على الجزائريين في شوارع باريس.
فكان الرصاص الحي والقتل الوحشي مصير المئات بكل برودة وحقد، ما يزال نهر السان شاهدا على فظاعة ما اقترفه موريس بابون وأعوانه برمي العشرات من الجزائريين أحياء مكبلين في مياهه، ناهيك عن الآلاف المعتقلين الذين سيقوا بعدها إلى مراكز للاستنطاق والتعذيب. هذه الجريمة وأخرى التي ارتكبتها فرنسا منذ أن وطأت قدمها الهمجية هذه الأرض والتي ما تزال تتستر عليها بحجة تحضير الشعوب تقدم صورة سوداء عن التاريخ الاستدماري الذي تفتخر به فرنسا المعاصرة. نعم، إذن بعد أكثر من 6 عقود من حدوث هذه المجازر، هذا التجاوز الخطير لحقوق الإنسان، أعود إليك أستاذة صويلح للحديث حول أهمية إماطة اللثام اليوم، عما حدث ذلك اليوم من خلال ربما التحرك قانونيا للاعتراف، وإن كان الاعتراف وحده لا يكفي اليوم بالنظر لبشاعة الجريمة. شكرا أخت فايزة. التحرك الحالي إذا قلنا في قضايا المجازر اللي عرفتها الثورة الجزائرية جميعها في سلسلة متعاقبة متلاحقة، ابتداء من رمي الأحياء في من إبادة قبيلة العفية على 12 كيلومتر من الحراش إبادتها عن آخرها، بالإضافة إلى جرائم أخرى منها رمي الأحياء في أفران الجبس في الهيلوبوليس بقالما وفي كاف الآخرة وغيرها، بالإضافة إلى آخرها نقدر نقول ليس آخرها وإنما الموضوع اليوم هذه المجزرة البشعة اللي هي 17 أكتوبر 1961. ما هو التحرك الجزائري في هذه النقطة بالذات؟ لما نرجع للمجتمع المدني نقدر نقول بأن رفعت قضية ضد موريس بابون في فرنسا أمام القضاء الفرنسي، وأنا ذاك الدفوع التي قدمت من الأطراف المدنية بإعاز من جمعية 8 مايو 45 على أساس أنه أنا ذاك ارتكبت جريمة تتمثل في تقييد أحياء ورميهم في نهر السين بأوامر السفاح ومن السلطات العليا. هل يرتب مسؤولية في القانون الدولي؟ هل هي مسؤولية شخصية لموريس بابون؟ مسؤولية الدولة الفرنسية عن جرائمها الاستعمارية؟ ونتحدث عن الدولة الفرنسية التي كانت ولا تزال تتغنى باحترام حقوق الإنسان وتعتبر حتى معقلا لهذه الحقوق، كيف لها أن ترتكب هكذا مجازر وأن تتستر عليها وتحاول إخفاءها إعلاميا حتى لحد الآن؟ كلمة الإنسانية، نعم، وكلمة التمدن والتحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، هذه شعارات للقوة الاستعمارية لفرنسا الاستعمارية. وفي التطور الحالي لو نبحث نجد أن هذه البوادر ما زالت قائمة في الفكر الاستعماري العدواني الفرنسي. هذا اللي خليني نرجع قليلا للوراء للجريمة ذاتها وكيفاش نكيفها. قلنا بأن فيها العنصر اللي يبني على العنصرية وعلى العرق وعلى أساس أنها محاولة القضاء على حق الحياة لجماعة إنسانية عرب مسلمين متواجدين بمركز قانوني في باريس. هذه النقطة بالذات حاول المستعمر أن يطمس العرق البشري العربي آنذاك وبالضبط المسلم الجزائري، وحتى هذا موريس بابون كان يغلط في لون البشرة بحيث ارتكب نفس الأفعال في نفس الوقت على جاليات إسبانية ويهود للشبه، لأنه كان جريمة مبيتة للقضاء على العنصر قد العربي بطريقة عشوائية غير قانونية منتهكة لكل الأعراف وقواعد الحرب وقواعد القانون الدولي، انطلاقا من ميثاق نورنبرغ في المواد 46 50 52 53 اللي يحرم هذه الأفعال الشنيعة تحريما كاملا، بالإضافة إلى بروتوكول جنيف نتاع 1929 واتفاقيات جنيف الأربعة ل 1949 والبروتوكولات اللاحقة. هذه كلها تتماشى مع القانون الدولي بصورة عامة وتنفي كل ما هو تدرع بحجج معينة، لأن هذه الجريمة لا تعرف التقادم وتبقى سارية. نوضح هذه النقطة، ماذا يعني جريمة لا تسقط بالتقادم؟
جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة 8 من ميثاق نورنبرغ، النائب العام والمحكمة ذاتها كانت تقول بأن الجريمة ضد الإنسانية اللي تتمثل في الإبادة الجماعية والجينوسيد ومحاولة القضاء على الجماعة الإنسانية، المثال حديث اليوم الروهينجا مثلا، هذه النقاط اللي لا تعرف التقادم وتبقى مستمرة، ويطالب بها حق أي إنسان ضحية على مدى الحياة. هنا اللي يخلي أن فرنسا تحاول أن تتغطى من هذا فكرة كلمة التقادم. ماذا قال القضاء الفرنسي لما رفعنا قضية موريس بابون من طرف محامين كانوا يتساندوا القضية ويتعاونوا مع المجتمع المدني، منها ميشيل مونفيل اللي هو فرنسي ونيكول دريفيس، لما رفعوا القضية والدفوع اللي قالوها أن هذه جريمة ضد الإنسانية. في حيتية من الحيتيات لقاضي التحقيق وش يقول؟ يقول بأن هذه القضية كانت بين عرب مسلمين وأوروبيين، وبالتالي لا تنطبق عليها الجريمة ضد الإنسانية، ينطبق عليها الدروا كومان، القانون العام من الأفعال المجرمة في القانون الجنائي الفرنسي. ويزيد يقول أن أنا ذاك الجريمة ضد الإنسانية ما كانش يعرفها القانون الفرنسي في المصطلحات عنده، وإنما تطبق إلا داخل المحور الأوروبي، أما دول المستعمرات لدوتر مار فلا تنطبق عليهم الجريمة ضد الإنسانية. أين كلمة التحضر والتمدين والديمقراطة وحقوق الإنسان إذا كان هذا هو الطرح؟ في نفس الوقت يقول لك بأن هذه القضية عرفت ما يسمى بعدم الرجعية في القوانين، وهي تطبيق القانون الجنائي الإقليمي. هنا جاوبناهم بأن الإقليمية أيضا في هذه الحالة لا تعرف الثبات، بحيث يمكن هذه الجرائم اللي ارتكبت مقرونة بجرائم الحرب العدوانية وجرائم ضد السلام، واليوم الجرائم ضد السلم والأمن الدوليين وعدم استقرار الدول اللي هذه القوى والتحالف مع كيان صهيوني وقوى واحدة أخرى تحاول أن تضرب هذا النوع من الجرائم الإنسانية، قلنا بأنها محرمة باتفاقيات الدولية وباتفاقيات الثنائية بين البلدين، وأيضا محرمة حتى بالبروتوكولات الدبلوماسية واتفاقيات التمثيل الدبلوماسي. هذا الشيء اللي يخلي أن لما طرح السؤال هل المسؤولية الجنائية لشخص موريس بابون أم للدولة الفرنسية كجريمة دولة وجريمة إرهاب دولة، أنا ذاك تعذر أيضا القاضي الفرنسي وقال بأن هذه تم الإعفاء عنها باتفاقيات سابقة وقوانين فيما بين البلدين، وهي الإعفاءات نتاع اتفاقية فيينا اتفاق إيفيان، وأيضا قوانين 62 إعفاء 62 و63. وأجبناهم بأن عقود الإدعان واتفاقيات الإدعان لا يمكن أن يعول عليها في الجرائم ضد الإنسانية، وتبقى مستمرة ولا يفلت من العقاب، لا العقوبة الجنائية الشخصية ولا حتى الدولة ذاتها. وبالتالي مسار طويل، الحمد لله اليوم السلطات العليا في بلدنا أنها تفطنت بقوة للذاكرة الوطنية، ذاكرة الأمة، وعلى أساس أن أمانة الشهداء والتاريخ يكتبوا المؤرخين الجزائريين وهم بألام بتألم وببكيان وبتذكر وبعدم النسيان، لا يمكن أن يكتبوا مع طرف اللي هو كان هو المتهم وهو الجلاد. وبالتالي في هذه الحالة أن مؤرخينا وقانونيين وكل النخب الوطنية حان الوقت أن تنفض الغبار. جميل جدا. بالإضافة إلى وقفة الترحم اليوم اللي كان في الخطاب الرسمي تعتبر محور أساسي، وهي خطوة من الخطوات اللاحقة إن شاء الله. كيف لنا اليوم أن ننظم هذا العمل وننسق الجهود بين المؤرخين، بين رجال القانون، وأيضا بين أفراد المجتمع المدني من جمعيات، من أجل إماطة اللثام ومن أجل أيضا التحرك بشكل قانوني لتجريم فرنسا على ما ارتكبته في حق الجزائريين في 17 من أكتوبر 61؟ أستاذة الكريمة، تاريخ الجزائر تاريخ مجيد وثورة مضفرة. منذ أن وضعت قدم المستعمر 1830 إلى غاية يومنا هذا، إذن هنا في هذه الحالة أستذكر تاريخ أجدادي وتاريخ أبائي. مؤسس نجم شمال إفريقيا اللي هو عمار عميش في سنة 1929 طرح سؤال كبير،
الجزائر في مفترق الطرق نتيجة المجاعة، الفقر، العبودية، الاستعمار، الظلم كذا. فيما بين الحربين العالميتين كان دور كبير للجالية الجزائرية وللجزائريين بصورة عامة في إيقاد نار التحرر والفكر التحرري لشعوب أفريقيا. وفي 1946 نفسه قال: اليوم حان دور النخب. وأنا أقول الآن من هذا المنبر أن على النخب لا تنظر بصورة الأكاديمية الضيق، ولا بالتقديرات لفيزيون ليميتاتيف، التقديرات المحددة. لا بد أن لا تنسى وتتذكر أن تاريخ أجدادها وأبائها مجيد، وأن دم الشهداء ودم الثورة يبقى في أعناقنا. وعلى هذا موضوع الذاكرة هي موضوع المؤرخين، موضوع القانونيين، موضوع النخب المتواجدة داخل البلد وخارج البلد، موضوع الشعب الجزائري ككل. فهذا الأكسجين منحنا ربنا في هذه الأيام، ورب ضارة نافعة حتى ننفض الغبار على الذاكرة الوطنية وذاكرة الأمة. نعم، اليوم الرهان هو إذن رفع الغبار على هذه الذاكرة، استرجاع الأرشيف، وأيضا توثيق ما حدث ذلك اليوم من خلال ربما الاعتراف والتماشي مع كل المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تجرم هكذا أفعال. أستاذ سويلح، يعطيك صحة الأخت فايزة، ما أقوله هنا قد يلزمني إلا أنا شخصيا، لكن اليوم حان الوقت على أساس أن الطرف المستعمر ولا الطرف اللي عنده فكر أحادي، فكر استعماري عدواني، ما زال راسق عنده ويربطه بحملات انتخابية لمدة دو موندا ويروح ويزيد يجي واحد آخر. هذا الفكر مبعد عليه، نشوف ما هي الآليات الوطنية اللي نستعملها للنهوض بموضوع الذاكرة. أول حاجة على مؤسساتنا، كل مؤسسات الدولة من المؤسسة الرئاسية للعسكرية للبرلمان للتنفيذ للأحزاب للجالية الجزائرية في الخارج للشعب ككل، أنه هذا الموضوع هو أمانة شهداء وتاريخ. على برلمانينا اللي هو حديثا يعمل في إطار عهدة، في إطار دستور جديد، وفي إطار وضع تطوري إن شاء الله وقفزة نوعية، أن يعجل باستصدار قانون يجرم الاستعمار، وهذا من مسؤوليات الشعب وممثليه في البرلمان والمجتمع المدني. كذلك لا بد أن يجرم الجريمة ضد الإنسانية في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات الجزائري. حتى أي سفاح ولا أي خائن ولا أي حركي يدخل مطار هواد بمدين يلقى القانون والآلية القانونية اللي تعاقبوا عن الأفعال اللي ارتكبها ضد الجزائريين وضد الجزائر طيلة المجازر المتلاحقة. على مؤسساتنا أن تبحث في التاريخ وتذكر التاريخ بأقلام جزائرية وبأفكار قلت تتألم. لما تقرأ التاريخ وتكتب التاريخ تسمع الشهادات انت على الأحياء واللي عاشوا الحدث، وأنك تسجلها بأمانة. ما تقوليش أنا نذكر التاريخ كعلم فقط، لا، تذكر التاريخ كضحية، كمتألم، كأنك عندك أمانة ضد لصالح الشهداء والأرواح اللي والمجاهدين اللي ما زال على بقيد الحياة والشعب الجزائري ككل، أنه لا تخضع للتقديرات والأهواء والنظريات الضيقة. على الخطاب الرسمي للدولة وعلى الخطاب أيضا الشعبي وعلى كل المؤسسات أنها تنهج في برامجنا التاريخية أن تذكر ليس بأحداث ولا بنقاط، التاريخ سلسلة متعاقبة ومربوط ببعضه في هذه المناهج التربوية وكذلك منابر الفكر والأكاديميات سواء الجامعات ولا الأكاديميات العسكرية أنها تدرس قانون الحروب. فرنسا تحاول أن تجرنا إلى قانون الحرب، ما كناش طرفين متكافئين. صحيح. حتى رغم ذلك المستعمر والشعب، نعم، رغم ذلك كنا من الأولين اللي صادقنا على اتفاقية الإسرة وأيضا حقوق الجرحى والمدنيين مع الهلال ومع الصليب الأحمر الدولي بعد الاستقلال. فأحنا من الناس اللي يحترموا الاتفاقات الدولية والالتزام الدولي أوني سولفابل على أساس أننا مع الإنسانية، لكن لا نقبل أن تهون السيادة أو ينقص من سيادتنا.
أو يضعفها. نعم. مهما كانت العلاقات الثنائية بين بلد وأن الجوار وحسن الجوار أيضا لابد أن نفهمه بميكانيزمات أنني ندافع عن السلامة الترابية لبلدي، وأنني نحمي الأجواء، وأنني سيادي في أرضي وفي علاقتي مع من أريد أن ندير العلاقات، ومع أن نتعامل اقتصاديا بالشراكة، وأنا حر كريم أنشد الحرية في الجزائر العالم المستقلة في العالم ككل. الشهداء نعم. هنا داخل الوطن وأيضا خارج الوطن. نعم. في اليوم الوطني للهجرة، ما هو ربما الدور، كيف هو الدور المعول على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من أجل ربما العودة إلى هذه النقاط التي ذكرتم، من أجل تجريم فرنسا ومن أجل اعتراف القانون الدولي بهذه الجرائم البشعة؟ أستاذ الكريمة، الجالية الجزائرية في المهجر وفي العالم ككل، عندنا تقريبا في فرنسا بالذات 4 ملايين، منهم 1 مليون أنسكري، وربع ملايين الآن ينتظروا على أساس تصور الوضعية تاعهم كمركز قانوني دولي خاص في بلد المضيف. لماذا هذا التعطيل؟ ولماذا هذا التماطل؟ ولماذا هذه النظرات الانتقالية في التنقل ومنح التأشيرات بالنسبة للجزائريين؟ هذا متواجد على أرضك، وبالتالي يحكم قانون بلدك، فعليك أن تنظمي هذا الأمر الخاص بشأنك يعني فرنسا. أما شأننا نحن أننا نتعامل مع الجالية بمبدأ حماية الدولة لرعاياها في الخارج، وأن هذا المبدأ يلزمنا على أساس أننا نرعى كل كبيرة وصغيرة اللي تمس الجالية. ابتداء أولا جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، لا، أساسي هو الشعب ككل. ما لا أقول كلمة جزء لا يتجزأ، أقول الشعب. حتى لما أقول الجالية الموجودة في الخارج أنها موجودة اليوم، بعد ما كانت هجرات عمالية اليوم كفاءات وبراءات، وأيضا براءات اختراع وكفاءات علمية في فرنسا ذاتها 14,000 طبيب. لو هذا الأطباء ياخذوا موقف معين ويرجعوا إلى بلدهم، ولا يروحوا يبحثوا عن العيش والإنسانية والخدمات الطبية اللي يقدمها في العالم، فهنا تحدث كارثة داخل التراب الفرنسي. هنا اللي مطلوب منا على أساس أن هناك اتفاقيات ثنائية مجحفة تحتاج إلى التعديل، وربما تحتاج حتى إلى الإلغاء والتنقيح. هذه فيما يخص تنقل الأشخاص، فيما يخص الزواج الجزائري وايضا منح التاشيره لروجروبمون فاميليال، فيما يخص ايضا الممتلكات اللي يمتلكوها هناك في فرنسا، فيما يخص الاموال اللي حزت عليها الثوره الفرنسيه بالنسبه للجزائريين. لو تقرا تقرير فرانسيس لوزير الماليه في الحكومه المؤقته تشوف بان 80% من الاموال تاع الهجره الجزائريه في فرنسا كانت تساند بها الثوره الجزائريه وفي خزينه الحكومه المؤقته. أموال اللي صدرت عليها في هذه الأيام نتاع ارتكاب مجازر 7 أكتوبر 61 والإضرابات نتاع اللي غلقت المتاجر والمحلات، بأنها أموال تقدر والتقديرات واقعة، حتى تعويضاتها ما تقدرش عليها. نعم، ونؤكد في الأخير فقط على مبدأ أنها جريمة لا تسقط بالتقادم وتأبأ النسيان. كلمة أخيرة. أؤكد على كلمتين أستاذ. نعم، أستاذ. كلمة أخيرة. موريس بابون حتى القضاء الفرنسي إلى غاية المحكمة العليا رفض الدعوة بعدم التأسيس، لكن اليوم بالذات لما تبحث على قضية الحساب للدولة الفرنسية، ففي هذه الحالة نقدر نقول لك بأن الأوامر من سلطات عليا وتعتبر جريمة دولة، وترتقي إلى درجة للبعض الخيانة العظمى، وترتقي إلى درجة الإرهاب، وأخيرا تلتقي إلى درجة التحالف مع كيانات أخرى منها الكيان الصهيوني. أكتفي معك بهذا القدر. أشكرك جزيلا الأستاذ بوجمعة صويلح، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وأيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة سابقا. أشكرك على الحضور وعلى كل هذه الإيضاحات. الشكر لنا جميعا إن شاء الله. إذن مشاهدينا، نواصل دائما معكم برنامج هذا الصباح، يبقوا معنا فاصل قصير ثم نعود.